أقامت جمعية العيدروس النسوية الاجتماعية الخيرية عددا من الدورات التدريبية في مجالات التمريض والخياطة والمشغولات اليدوية والكمبيوتر في مقر الجمعية الكائن في حي العيدروس بمديرية صيرة. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد الله غالب. عززت جمعية العيدروس النسوية الاجتماعية الخيرية بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن نشاطها التدريبي والفني والتقني بإقامة عدد من الدورات التدريبية التأهيلية في مجالات مساعدة المجتمع، وتهتم الجمعية بشرائح المجتمع المختلفة لمساعدتها في تحسين دخلها. وقد أشارت رئيسة الجمعية الأستاذة سمية أحمد القارمي إلى أن الجمعية قد قدمت خدمات جليلة ومختلفة منذ تأسيسها في عام 2001 لمجابهة حالة الفقر عند كل الأسر. تنشط الجمعية في تقديم دورات تقنية ودورات حرفية لمختلف الشرائح المجتمعية، منها المتعلمة والغير يعني متعلمة. فهناك بعد الظروف تقريبا بعد 2015 في تسرب كبير وجدناه من قبل الأهالي، لكن هناك بصراحة يعني شيء مفزع ومقلق أنه هناك يعني شرائح كبيرة جدا تقبع في الشوارع اليوم، لذلك حتى فهي من صفوف الأمية تعتبر، ولا توجد هناك مثلا يعني أدوار تنتشل هذه الأيادي. دورة معنا الصحية متقدمة، وفي معنا دورة كمبيوتر تقنية، في معنا تنمية بشرية مختلفة تنمي مدارك كيف يقدم الإنسان يعني نفسه في صناعة الذات والخروج من القبوع اللي يعني يسكن الكثير من الشباب للأسف في اليوم. فهذه الدورة تحرك أنشطة الشباب الذي لا يجد يعني لهم صوتا، فهذه الدورات تنشطهم وتؤهلهم للخروج إلى المجتمع. وينفذ هذه الدورات المختلفة عددا من المتخصصين في كافة مجالات التنمية منهم الأستاذ علي فارع، ويشارك في تلقي دروس هذه الدورة عددا من الفتيات ومنهم ابتهال علي ماهر الذين استعرضوا أهمية إقامة الدورات ومشاركتهم فيها. هي تقدم خدمات عديدة وقليلة، يعني منها أغلبها يعني خدمات تخدم الإنسان اللي عايشين في الحياة السكنية القريبة من المنطقة هذه. الأهم من ذلك هو الخدمات اللي تقدمها هو تدريب الشباب المستمر من يعني فترة زمنية طويلة في جانب التمريض والعمليات الصغرى وفي الكمبيوتر وفي الخياطة وفي التدريب على اللغة الإنجليزية وأيضا الكمبيوتر والأعمال الفنية الأخرى مثل الكهرباء والفيتر بيب وإلى آخره. يعني أن نتكلم بالنسبة على عملنا هنا هو الآن هو الجانب الفني بالتمريض والعمليات الصغرى. استفدنا من هذه الدورة إن إحنا نستطيع أن نساعد من يحتاج للمساعدة، أولا في المنزل من قبل الوالدين والجيران، ونساعد أيضا المرضى. مرت علينا أزمات كان محتاج فيها تمريض مثل الحرب، كان يحتاج فيها تمريض نساعد جميع سبحان الله سكان المنطقة. وبهذه يعني أني قررت أن أدرس هذه الدورة عشان نساعد الناس ونساعد جميع من يحتاج للمساعدة، لأنه التمريض مهنة شريفة وهم سبحان الله ملائكة الرحمة. وتسعى الجمعية منذ تأسيسها للحصول على التمويل اللازم لرفع مستوى نشاطها ليشمل عدد من المديريات في إطار محافظة عدن للإسهام في عملية التنمية المستدامة ورفد المؤسسات العامة بالكوادر الوسطية المؤهلة. لقناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن.